السجادة الحمراء هنا في كان لم تبسط بمناسبة المهرجان السينمائي بل لميبكوم، السوق الدولية للمحتويات السمعية البصرية التي يمكن مشاهدتها في التلفزيون وأيضا عبر شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة. الأنظار وجهت إلى كندا لاكتشاف هذه السوق الأمريكية الشمالية وكيفية تنظيمها. البداية ستكون مع تيلي فيلم كندا. نحن مؤسسة حكومية، لدينا برنامج لتمويل المسلسلات التلفزيونية والأفلام الروائية، ونحن نتعاون مع الحكومة الكندية، لكننا نسير كذلك برامج صندوق كندا للإعلام. نعم، كما قلت، هناك دعم من الدولة لإنتاج البرامج التلفزيونية ذات المحتوى التفاعلي والأفلام الروائية. هناك أيضا في هذا المعرض الدولي صندوق كندا للإعلام، وهو منظمة لا تهدف إلى الربح وتوزع حوالي 375 مليون دولار سنويا لتمويل مشاريع التلفزيون الكندي وأيضا لصناعة وسائط الإعلام الرقمية. عندما يأتي منتج للتعامل معنا يجب أن يكون قادرا على إنتاج محتوى على أكثر من منصة. كنا أول منظمة في العالم طلبت منها الحكومة الفيدرالية القيام بذلك، بعدها طلبت بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم نفس الخدمة. كيف يتم ذلك؟ لدينا مجموعات مختلفة جدا من أجهزة التلفزيون الرقمية والخطية. مشاريعنا تقدم محتوى يتجاوز ما يمكن أن يقوم به تلفزيون تقليدي. القاعة الرئيسية في قصر المهرجانات في كان كانت معبأة. الناس أتوا هنا للاستماع إلى كينكل مدير البرامج في جوجل ويوتيوب الذي أعلن عن إطلاق 60 قناة جديدة حسب طلب في أوروبا لتلتحق ب100 قناة متوفرة في الولايات المتحدة. ما نريد فعله اليوم هو الاستمرار في دعم معجبينا من خلال منحهم فرصة للخلق والإبداع، فهذا هو المهم حقا. في الوقت نفسه نحن نعمل بالفعل مع وسائل إعلام تقليدية مثل يورونيوز التي تعتبر شريكا لنا، وهي تستخدم منصتنا وأدواتنا لنشر محتوياتها في جميع أنحاء العالم. اليوم لدينا أكثر من 800 مليون زائر شهريا في جميع أنحاء العالم، بينهم 27 مليون في فرنسا. يوتيوب استثمر 150 مليون دولار لجذب أشهر المنتجين التلفزيونيين، والهدف هو تقديم عرض يكون متاحاً على شاشات الحاسوب وشاشات الهواتف المحمولة فضلاً عن التلفزيون، وذلك من خلال جوجل تي في.